كنت باقا صغيره، باقا ما عنديش حتى لا كارت ناسيونال، باقي ما كايناش. ملي مشيت كنت كنمشي كنت عرفت واحد البنت، قالت لي يا فاتحه غادي نمشيو، كاينين واحد العيالات دابا راه واقيلا ما بقاوش هادشي، راه نقول لك في 97 هكا ما بقاش يمكن هادشي، كاينين دروبه فين هادشي؟ في النواحي ديال البلاد عندنا، المدن، في النواحي ديال المدن ديال البلاد عندنا، دايرين دروبه، راه الا قلت لك درب على قدو دروبه، مثلا هذا بيت 18، هذا بيت 8، هذا بيت 10، دار 10، دار الزنقه 8 زنقه، هذه كيكونوا كل وحده فيهم شاده 4 ديال البنات، 5 ديال البنات، 6 ديال البنات، كتقيل تخرج فيهم النهار كله بالليل وهذا بحال هكا. مشيتي انت وصاحبتك عند مشيت انا وصاحبتي، كانت داتني صاحبه السوق، ما نسميهاش دابا صاحبتي. انت صاحبه السوق؟ صاحبه السوق. مشيت داتني قالت لي فاتحه واو غتصوري الفلوس غادي تعيشي مزيان هادي. مشيت لقيت تما واحد العالم واحد اخر، قسما بالله البنات جالسين قدام البيبان، واحد الديكور واحد المنظر، الصراحه ملي دابا تنتفكروا ما نكذبش عليك، مقزز وخايب. مقزز وخايب. ورغم ذلك مشيتي؟ لا، ديك الساعات انا مشيت، انا داك الشيء ما كنتش حتى مشيت، قلت لك ملي شفت دابا حاليا انا عقلي ديال اليوم ملي تنتفكر داك الشيء راه ما نكذبش عليك، راه يعني تمنيت لو كان يرجع بك الزمان ما تمشيش. ما نمشيش، كون رجع بيا الزمان الوراء مشيت عند شي مرا من دوك العيالات. مشينا عند المرا من دوك العيالات، كتبقاي تما اش يديروا لك؟ كتقول لك شوفي شتي هاد الكورميطه هادي اللي دايره في عنقي، هادي راه شريتها، وشتي هاديك؟ اجي نوريك كورميطه، اجي نوريك هادي، اجي نوريك. كتغريك تتقول لك شوفي شتي هاد الدبالج هادو راه ديال ديك البنت، شتي هاد الشرت هادي راه ديال هاديك، غديري هادشي كامل الا بقيتي هنا، هادشي كله غديري الذهب غديري صافي. كتسمعي انت هادشي كتبتي هربانه صافي، كتبقاي عطيها لاطاك، ما راه ما نعاودش لك. عطي الله تاكل شنو؟ تتقد تدخل عليك هذا داخل هذا خارج في النهار. هادشي شحال من مره كان ممكن انك تمشي مع اي واحد مثلا؟ تقدر تكون حتى توصلي حتى 30 حتى 10 حتى تنهضر معاك 10 الناس كتمشي معاهم في النهار. في النهار هي اللي كتجيب لك هاد الرجال. وفي الليل كيجيو بحال اللي تنقولوا الكليان ديالها، هما كيجيو وانت صافي، هي جابت لك راجل تمشي معاه. في الليل عاد تاني تتخرجك في الليل. بالليل وبالنهار؟ بالليل تاني تتخرج تاني البنات، خرجي مع كما قال الاخ قبيله، مع قتال، مع شمكار، مع الله اعلم، هي عاد تشد الفلوس سيري انت عمي بحرك. كانت كتخرجك فاتحة؟ كنت كنخرج. وديك الوقيته ما تقدري تباتي، تقدر يديك واحد يشرب يبات في الخلا، يقدر يديك تباتي في شي بلاصه ما هيش هذيك، تقدري تلقاي ولد الناس اللي غادي يحن فيك. فاتحة تقدري. اولا انا تنقول لك برافو على صراحتك، لان في صراحتك بزاف ديال البنيتات غيسمعوها. قلتي لي شيء مقزز. مقزز. انا كنتفكر لو كان زمان يرجع بك ما ديريش هذا الشيء. من طبيعه الحال ما نديروش. جات عليك شي نهار هاد السيده اللي كانت كتخرجك مثلا شي 10 الناس مشيتي معاهم في نهار واحد او اكثر كما قلتي لي؟ كتكون كتكون اكثر من 10 الناس. ومن ما راه كاينين هما عديد من ديال البنات، ماشي انا ولا راه كنهضر عليك انت. عليا انا تجربتك الخاصه. تجربتي انا هادشي قلت لك راه كنعيشو يوميا نهار على خوه. ما تقوليش ليها لا. لا ما يمكنش تقولي لا، كيفاش تقولي لا وانت جالسه معاه في الدار؟ ما يمكنش تقولي لا. اولا ديك الساعه انت ديك الوقيته كان عاجبك داك الشيء؟ لا ماشي عاجبك، عاجبك ما عاجبكش ما يمكنش تقولي لا. واحد الانسان شداك في الدار كتخرجك هذه موراها اش كدير لك؟ كتقول لك شتي فلوسك؟ فلوسك ها هما تنخبيهم لك، ها هما تنخبيهم. كتخرجك مع هاد الناس ممكن تخرجك حتى مع 20 واحد في النهار وكتاخذ فلوس ما كتعطيهمش لك. كتاخذ فلوس كتقول لك مثلا باش انت كطمعك، تتقول لك انت دابا السيمانه كامله كتسمى هي خدمه، دابا السيمانه كامله خدمتي، غدا غادي نديك لعند الذهبي نحطوا لك على شي حاجه. كتمشي مثلا تتقول لك انت عزلي كورميط، عزلي دبليج، عزلي هذا انا نحطو عليه.
كتحط لك كتحط كتقول لي ها الفلوس كتبقاي كتبقاي كتقدري تبقاي معاه 6 شهور 4 شهور عام 6 شهور 4 شهور حتى العام وانت يوميا وانت يوميا لحمك عاطيه على الراجل في الشكل انت يوميا على ذاك الحال كما كان كما بغى يكون نوعه ما عندهاش هي المشكل هي عندها المشكل تجيبي الفلوس ملي مثلا نهار اللي ما تيعجبكش الحال ولا نهار اللي تتقولي لها ما نخرجش ولا عييت صافي كتخرجي مع الباب حوايجك الا خرجتي مره لاباس عليك بعض المرات انا شحال من مره مشاو لي حوايجي ديال اللبس جا شي نهار قلتي لا انا عييت ما بقيتش باغا نخرج كل نهار مع واحد كتقولها لا كتقول لك برا الله يعاون تقدر تخرجك مع 3 الصباح مع الجوج مع اي وقت تخرجك تقدر تحرش عليك وحدين اخرين الكليان ديالها يعطوك تطلع صا برا تعرفتي شي موقف من هاد المواقف احكي لي كنت عند واحد السيده كان ديك الساعات كنا عندها واقيلا شي 5 ديال البنات بحال هكا وكانت كتشد الفلوس وهادي وبقينا تنخرجوا ومع انا كنت واقيلا انا هي الصغيره فيهم وعتي تيقول لك مثلا حنا بغينا هذيك الصغيره حنا انا اللي كنت واكله الدق اكثر واكله الدق اكثر خصك تخرجي كل نهار معاها ماشي كل نهار يمكن كل ساعه راه كل ساعه ماشي كل نهار كل ساعه كل دقيقه كل ساعه كل ساعه كل دقيقه تيجي تيقولها بغيتي هادي تيجي بحال داك الشيء بحال تيعزل في شي بطاطا ولا ما عرفت اجي بغيتي هادي نهار اللي كتعياي ولا ما كيبقاش عجبك الحال ممنوع عليك ديري علاقه مع شي واحد مثلا انت كتحكي لي قلتي لي وقع لي قلتي لي واحد النهار ملي كنت عند وحده كنت جلست معها شي وقيله شي 6 شهور بحال هكا نهار اللي قلت لها صافي قلت لها ما غنخرجش عييت قالت لي ما يمكنش لك تقولي عييتي ما عنديش انا لوطيل عييتي ما يمكنش جالسه هنا الا باش تخدمي صافي خرجتني في جوج الليل خرجتني حيدت لي حوايجي خرج غير بحوايج اللي لابسه خرجت صيفطات لي وحدين تعرضوا لي ضربوني في الزنقه وما عندكش الحق غادي تمشي مثلا ماشي ما عندكش الحق تيكون عندك خوف اش غادي تمشي تشكي تقولي اش تمشي تقولي لهم انا كنت مثلا وما صير خسرتي انت بنفسك انت انا مثلا كنت عند واحد السيده شنو دارت لي يقول لك اش كنتي كديري تما اصلا جدك انت تما اصلا كتكمل في قلبك وكتمشي وانت كتمارسي هاد الممارسات مع هاد الناس اللي كما قلتي لي تقدر يوصل حتى ل 20 واحد في النهار كتمشي معاه ما كنتيش كتجلسي مع نفسك فاتحه وكتقولي يمكن انا نمراض ولا كل نهار مع واحد كل ماشي كل نهار كل ساعه مع واحد اش غادي نقول لك ديك الساعات احنا باقيين ما تتلقايش البديل فين ما مشيتي كي واخا كنتي عارفه راسك معرضه للامراض انك تهزي امراض الله يستر فينا هو العقل اولا ديك الساعات العقل ما كاينش هذه اول حاجه كانت ساعه الطايش وساعه ثاني حاجه كتشوفي راسك فين ما مشيتي كتعرض للتحرش ولو نمشي نخدم شكون اللي بغى يخدمني ديك الوقت ما كاينش اللي غادي يخدمني انا كنت باقا صغيره الا مشيتي تخدمي يقدر هذاك مول شي هو الاول بعدا يبغي يتبسل عليك هو الاول هذاك يبغي يبدا بك هو الاول يعني كتشوفي انت كتعيا ما كتلقايش البديل شكون هي هاد المره اللي غادي تشد دقي عليها تقول لي عافاك غادي نجلس عندك شكون هو اللي غادي تمشي تقول لي الله يرحم لك الوالدين شدني عندك راه داكشي علاش انا مثلا باش الناس يعاتبوني حيت عرفتي علاش كيبقى فيا الحلم ملي كينوضوا الناس كيعاتبوك حيت ديك الوقت هادي اللي غادي تجي تعاتبني اليوم كون دقيت على ما تدخلنيش يعني ما تجيش اليوم تعاتبيني ماشي اليوم توقفت انا تطحت ونط ووقفت على رجلي عاد انت تجي غادي تبقاي تقولي لي الا لبسي هكا ما تلبسيش هكا حيت انت دابا في هذه اللحظه هادي كون جيت نقول لك الله يرحمك الوالدين راه ما عندي ما ناكل دخليني عندك ما تدخلنيش لدارك ما غاديش تعتقيني كل ما غادي تخسر عليها تقول لي سيري اختي خدمي على راسك ولا شوف اش ديري داكشي علاش انا ما كنبغي حتى واحد يعاتبني علاقاش انا دزت واحد الظروف اللي حتى شي واحد حتى شي مغربي حتى شي واحد ما شدني ودخلني لدارو يقول قول هاد البنت عين شده عندي في سبيل الله ما كاينش نهائيا لا من العائله لا من كلشي
شتي دابا انا عائلتي تنقول لما شتي انا عائلتي سمير تنقول لما تحتبونيش انا عائلتي ضرت فيهم منهم خوالي منهم عماماتي منهم عمامي انا قلت لهم ما تنعرفكمش ما تعرفونيش على قش انا واحد الوقت كنت محتاجه لكم وما لاباس عليهم ماشي شي وحدين ما عندهمش ماشي شي وحدين ماشي شي وحدين زعما مخصوصين ماشي شي وحدين كلهم لاباس عليهم كلهم عايشين في الدول الاوروبيه كلهم لاباس عليهم كلهم بديورهم كلهم النهار اللي احتجيتهم ما لقيتهمش دابا عاد كيجيو يقول لك لا حشمتي بينا فين كنتو ديك النهار فين كنتو انا قبل ما نبان في السوشيال ميديا ولا ديك الساعات ماشي مشكل ما شافونيش الناس واخا نتعرى واخا يتكل لحمي واخا يتشتت لحمي في الشنطي ماشي مشكل داكشي علاش انا ما تنبغي حتى واحد يعاتبني حيت انا النهار اللي احتجيت الناس حتى واحد ما وقف معايا صافي ما تعاتبنيش انا خدامه على راسي خليني نخدم انا الله هو اللي غادي يحاسبني نلبس ما نلبش ربي هو اللي غادي يحاسبنا غدا كاملين ما كاين حتى شي واحد غادي يجي يحاسبني كل واحد عنده الاغلاط ديالو يمكن نقدر انا نكون غلط تنقولها غلط في بزاف ديال الحوايج ولكن راه الظروف هي اللي كتخليني نغلط انا ما لقيتش البديل كون لقيت البديل راه ما يشوفونيش يمكن كاع ما يعرفونيش اصلا المهم قلت لك بقيت المهم بقيت بحال هكاك راه بقيت بحال هكاك راه بزاف ديال البلايص منهم بحال هادي والدرجات لدرجة واحد المرة حيدي كلينكس من تحت عينيك لدرجة واحد المرة غادي صافي لدرجة واحد المرة غادي تديني واحد السيدة واحدة أخرى المهم اللي خرجت من عندها ديك خرجت لا حوايج لا فلوس لا حتى شي حاجة